الجزء الأكبر من مساحات الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب الأساسية في إقليم كردستان العراق مصنفة جغرافيا ضمن مناطق مضمونة أو شبه مضمونة الأمطار، وهو ما يحفز أغلب المزارعين على زراعة القمح والذرة وزهرة دوار الشمس والأرز مع بداية كل موسم. وزارة الزراعة في حكومة الإقليم تؤكد أن المخزون المائي لعدد من السدود الكبيرة يكفي لإنجاح حملات الاستزراع. مناخ الإقليم ملائم لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، كما أن المخزون المائي في الإقليم أفضل بكثير من المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد. لذلك لم تتخذ وزارتنا حتى الآن أي قرار بمنع زراعة محاصيل الحبوب الأساسية كالأرز والقمح والذرة وغيرها. ورغم امتناع السلطات العراقية عن شراء محصول القمح من أغلب المزارعين في إقليم كردستان بحجة امتلاء صوامع تخزين الحبوب، إلا أن الفلاحين عازمون على زراعة أراضيهم في الموسم المقبل. نحن نعتمد في زراعة أراضينا على مياه الأمطار والمياه الجوفية، لذلك نستمر في زراعة الحبوب الأساسية وخصوصا القمح، رغم ما تكبدناه هذا العام من خسائر جسيمة نتيجة لرفض الحكومة المركزية شراء محاصيلنا التي نضطر الآن لبيعها بمبالغ زهيدة لا تعادل حتى كلفة الإنتاج. أغلب الفلاحين يشكون غياب الدعم الحكومي وغلاء أسعار العناصر الداخلة في الزراعة وفي مقدمتها الأسمدة والطاقة والوقود. الأمطار المضمونة والخزين المائي الوفير يساعدان إقليم كردستان كما تقول وزارة الزراعة على المضي في خططها في زراعة محاصيل الحبوب الأساسية للعام المقبل. هيوا عزيز، سكاي نيوز عربية، أربيل.